الكلام ده مهم عشان ما ممكن نمشي قدام بدون وحدة الوحدة الشاملة بشمل كل حاجة بشمل الأهداف بشمل القيادة بشمل التنفيذ ونحن متأكدين نحن هنعزز السودان الجديد اللي هي الهدف بتاعنا في الصيف ده هيكون في دشمن شديد ونحن مستعدين نحن مستعدين ونحن هنشيل حاميات بتاع الجيش السادس كثيره في السنه ده سادس اسا قال عاوز اكلم قال عاوز اكلم معانا تاني ده زياده على كلام بتاع السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت نحن اتكلمنا 9 ساعات اسا انا سميته وعاوز يرسل وزير بتاع التعليم بتوعه لاديس ابابا عشان يعمل تحضيرات لمقابلة بين هو ونحن في القيادة بتاع الحركة نحن قلنا هاي كلوز في تعليم ده كل يجي يعمل تحضيرات صادق المهدي عاوز يتكلم معنا هاي كل يجي يكلم معنا نحن مستعدين عشان يكلم معنا لكن كي انا ودي جام يفهمتني وليه عاوز يتكلم في بداية بتاع السيف نحن برضو مستعدين عشان نشاكل معه فهنشاكل وهنكلم هنكلم وهنشاكل هنشاكل وهنكلم وهنكلم وهنشاكل نحن مستعدين نمشي المشوار كله نسبة لبلد الحاجات امتلاكات بتاع الناس ابقار وشنو ده كله كرف عشان الكذبه تتوقع عندهم لان نجيب في نص لا لا لازم نمشي لكان نهايه بتاع المشوار لكان نحقق الاهداف بتاعنا كله نحقق الشغل يوم بقى كوي وقريت من هريا كنت ف نحن ما ممكن نوقف في نص الخسارات بدري كثيره خسارات في السودان خسارات في البلد كثيرة وخسارات شوية زيادة عشان نحقق الهدف الأصلي نحن مستعدين عشان نعمل خسارات دي عشان الأولاد بتاعنا ما يشاكلوا تاني بعد 10 سنة فنحن ده بقينا عندنا دقن الكبار شوية الجيش بتاع SPLA هذا شغل بتاعنا ده عشان نلز في العطاء السودان القديم عندنا جيش أحمر
علينا الجيش الاحمر، علينا الجيش الاحمر. الجيش الاحمر شغل بتوعه ده يبني السودان الجديد. الجيش الاحمر علينا هذا الجيش الاحمر المدرب لنا دربناه خلاص بسلاح علينا 7000 في مركز في مركز بتاع ديما عندنا 7000 جيش الاحمر بتاع كازوك بتاع مورمور بتاع وين دربناه كله ودربناه برضو هناك كله هسه 7000. كومرداني لويت عمل لي اشاره، انا كنت عملت اشاره لكل وحدات انه نحن عاوزين جيش احمر من كل الزون. كومراد دويت هيرسل لي في الفوش الاول هيرسل 10000 من الجيش الاحمر هم في الطريق جايين ثانيين يوصلوا. هناكم دكتور ريد عنده 10000 من الجيش الاحمر برضه في الطريق جاي. فمن بحر الغزال جاي اصلا 10000 في الطريق، من بنتيو في 10000 في الطريق ده 20000، من كوالمانيانغ في 5000 في الطريق ده 25000، في النيل الازرق في كرمك عندنا 2000، ونحن بدري عندنا 7000، بعد شويه نحن بقفل 50000 بتاع الجيش الاحمر. ده الناس بتاع المستقبل وده الحيتيات الاستراتيجي بتاع الحركة. فنحن ما في حاجة ناقص، نحن الكبار قدام، الأولاد الصغار ورانا، البنات والنسوان بتاعنا ورانا، ونحن كلنا ماشيين. العجائز بتاعنا اللي عندهم دقن ابيض ما في شعر في راسهم بقى عجوز خالص برضه معانا كلنا ماشيين. فشكله ده شكله بتاع عجائز، شكله بتاع ناس في النص زيننا، شكله بتاع صبيان بتاع اولاد بتاع بنات بتاع نزوان، كل زول مشترك في الشرك في شكله، ونحن هننجى 100%. ده انا عاوز نحقق لكم. ونحن ابدا زي ما قلتوا نحن ابدا نحن ما بقي في نص، بكون ما في حاجه اسمه اديس ابابا جريما نمر 2، وما في حاجه بكون SPLA نمر 2. نحن عاوزين يكون في SPLA نمر 1 ويكون خلاص نهايه بتوع. ونحن برهب كل القوميات بتاع السودان عشان نحن بيأسس السودان الجديد. انا عاوز نقول انه ما في السودان ما في امه سودانيه، لا ده في امه بتاع حرامين في الخرطوم ناس صادق المهدي. نحن هنأسس الامه السودانيه الحقيقيه بناء على اسس بتاع ديمقراطيه بتاع اشتراكيه. الماء فوقه ده جنوبي وده شمالي وده غربي وده نباوي وده نحن كلنا سودانيين. ده يا السودان نحن هنبني ونحن هنمشي قدام للاهداف دي عشان نحن متماسكين بالاهداف دي من سنه 83 هسه 87 ماشي 88 وهنمشي قدام. Thank you.